أنه دوما سباق في الظفر بالألقاب والبطولات والكؤوس، فكان الزمالك أول فريق يحقق لقب السوبر المصري مع ظهور البطولة للنور في عام 2001. الرابع عشر من سبتمبر من عام 2001 كان شاهداً على عناق الزمالك لقب النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المحلي على حساب غزل المحلة بملعب القاهرة الدولي. شارك الزمالك في السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز، في حين خاض زعيم الفلاحين المباراة كونه وصيفاً لكأس مصر، وتمكن الفارس الأبيض من الانتصار بهدفين مقابل هدف وعناق أول نسخة لمسابقة السوبر المصري. بادر الزمالك بالتسجيل عن طريق الثعلب الصغير حازم إمام مع الدقيقة 20 من عمر المباراة، قبل أن ينجح زعيم الفلاحين في إدراك التعادل بواسطة محمد محروس العتراوي مع الدقيقة 77، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي يحسم من خلاله حسام حسن اللقب الأول للسوبر لمصلحة أبناء ميت عقبة. وجامدة وبترد وحسام حسن، يا خبر أبيض. مثل الزمالك في تلك المباراة كلا من محمد عبد المنصف وأحمد صالح وبشير التبعي ومدحت عبد الهادي وطارق السيد وحازم إمام وتامر عبد الحميد ومحمد كمونة ومحمد صبري وحسام حسن ووليد صلاح عبد اللطيف، كما حل بديلاً كلاً من محمد أبو العلا وحسام عبد المنعم. عاش الزمالك سباقاً في حصد الألقاب والبطولات وإثلاج صدور الملايين من أنصاره بالكؤوس والتتويجات. لعبت على طول وتتشد حلوة.